جامعة القدس لديها 8 مراكز ومعاهد في مدينة القدس وتحديدا في البلدة القديمة. لدينا في خارج البلدة القديمة في الشيخ جراح كلية هند الحسين للبنات، وفي بيت حنينة كلية إدارة أعمال وحقوق، ولكن ما تركز عليه الجامعة هو ما داخل أسوار البلدة القديمة. لدينا 8 مراكز ومعاهد تعنى بالأساس بخدمة المواطن المقدسي. فلدينا على سبيل المثال عندما كانت الأخت الزميلة الصحفية أين كانت واقفة، دان أبو شمسية، دان أبو شمسية خلفها اللي هي في عاملين إحنا في مدخل باب العمود مكتبة عامة لأهلنا في مدينة القدس. وطبعا هذه المكتبة العامة رممونا إياها الإخوة في المملكة البحرين مشكورين، وأصبحت تؤدي خدمات لأهلنا في بيت المقدس. في كذلك لدينا مركز العمل المجتمعي اللي من أجله أخذت جامعة القدس جائزة الجائزة الأولى على العالم العربي في المسؤولية الاجتماعية، حيث يتقدم لهذا المركز يوميا 100 حالة مراجعة حول مشاكل من الضغوطات والسياسات الإسرائيلية من أجل التضييق عليهم وتهجيرهم من مدينة القدس. فعلى سبيل المثال هناك سحب هويات بشكل يومي، هناك التأمين الوطني وحسابات يطلب من المواطن دفعها بشكل كبير، نساعدهم على رفع قضايا بخصوص تقليل التكلفة على المواطن من أجل صموده، وبما يتعلق كذلك في موضوع الأبنية والهدم البيوت. فتقريبا 3000 معاملة تعالج شهريا في داخل البلدة القديمة مقابل خان الزيت. في عنا في سوق القطنين خان الزيت برضو في عنا مركز العمل المجتمعي. نحن لدينا عدة برامج، منها برنامج أكاديمي حول دراسات القدس للتركيز على أن الرواية الفلسطينية العربية الإسلامية المسيحية في القدس هي رواية صحيحة، من خلال نشر أبحاث في مجلات محكمة دولية لنوازن الرواية التي أصبحت للأسف لدى الباحث العربي والمسلم هي الرواية للباحث